جو مرحلة التتويج اللي كي معناها نتصور كانت منتظرة. الحاجة الوحيدة اللي في الجولة الأولى والثانية دو شوك اللي هما كونتر سياسيس وديربي مبكر بعد ما شتوال معناها في سوسة إذا تناقلات صعيبة نجم كل صعيبة شوية ما أنصفتنيش إذا مقارنة مع الفرق الأخرى ما نادي الفرق بش يكون حاضر إن شاء الله مواجهة أي فريق نحكيو شوية عن ماتش الكوب نادي الفريق هد بالانسحاب في حال أنه ثبت مش هد بالانسحاب نحن قلنا ما نلعبوش المباراتين نعلقوا مشاركتنا في الكاس شريطة أنه تعطينا لجنة المعاينة الملاعب صلاحية الملاعب الموافق كل ملعب ذي صالح للعب نحن عنا قرار اللي ما يصلحش للعب أنا موافق قرار ما عند الوالي بغلق الملعب نحن كل ملعب ذي بالنسبة لي أنا مسكر مغلق ما عادش نحكيو عليه دونك نتعديو الملعب آخر ملعب آخر ما يجيش هذا بعد نهارين فما نعرفوا فما صارت أمور غير قانونية وتجاوزات وصارت احتجاجات وصارت ضغوطات لمحاولة تغيير تثبيت التعيين في ملعب 15 قلنا ذي نرفضوه ومناش متحولين نحن للملعب في الحالة الكارثية هذيك يعني نحن لنا نشكيو لنا نهدو أما نحن نقول ما نشاركوش نعلقوا مشاركتنا إلى حين تكون فما أمور قانونية الأمور القانونية يعطيونا موافقة قلوا الملعب هذي راهو صالح للعب والناس كل تحمل مسؤوليتها الجامعة واللجنة اللي يرأسها السيد الوالي اليوم رينا قرار وأنه صدر على السيد المعتمد الأول يظهر لي كسر به القرار تاع السيد الوالي دونك فما صولات جهوية يظهر لي تبني التقارير على معاينة هو رئيس لجنة معاينة صلاحية الملاعب كيفاش يتراجع في هذا يعطينا الأسباب ويعطينا ورقة من عند اللجنة دي تقول لي الملعب ذي صلح اللعب ويضمن سلامة اللاعبين صورة تصود ورقة ذي بسرعة من الفريق في ملعب كيري في كندا يعطينا يقولوا سلامة اللاعبين مضمونة 100% نلعب معناش المشكلة تينا أرضين نلعبوا فيها نحن نلعبوا في 15 أكتوبر في أي بلاصة أما الورقة ذي مش متوفرة عندنا قرار بالغلق نرفضه